الوغ باش نحاولوا نتفاداو ان يكون عندنا الجوع ولا العطش. الوغ باش نتفاداو الجوع كيف قلت جوستومون ما نكتروش ما نديروش وجبات كثيره كبيره وغنيه بزاف بالسكريات والمعجنات، وما نستعملوش بزاف بحال الخبز بحال العصائر الى اخره باش ما يجيناش الجوع تناكلو لي برودوي اندكس غليسيميك با بحالاش بحال جوستومون الخضر، الخضر بحال قليل من الفواكه تكون يكون هضم لون واحد لا ديجيست باش تكون لا ديجيستيون هذا باش تكون لا ديجيستيون مناسبه. بالنسبه لتفادي العطش اول حاجه كاينين دو كاين جوج النقط اللي تنبغي ناكد عليهم. اولا لي زابور الانسان ملي تكون ما بين الفطور والسحور يعطي الاسبقيه لشرب الماء لان الماء اهم من الاكل. احنا بصفه عامه تنعملوا العكس كنعطيو الاهميه للاكل وتنخليو الماء. خصنا يكون عندنا الاسبقيه للماء هذه اول حاجه باش ما يجيناش العطش بالنهار. ثانيا غادي خصنا الحركه والحركات ديالنا والاكتيفيتي خلال النهار تكون ادابتي، يعني ان الا كان الصهد بزاف في النهار ان الانسان يتفادى انه يكون العمل ديالو تحت الشمس، الحركه ديالته تكون مناسبه لدرجات الحراره باش يقدر يتفادى هاد التعرض انه يجي العطش او ليكون مشكل بسبب قله الماء. بالنسبه للتنظيف بانه كاين بعض المشروبات اللي هي براسها كتعطي لا ديزيدغاتاسيون، يعني ان تتنقص كميه الماء في ذاتنا وتيخصنا نردو معاه البال. وهذا غلط تيعملوه المغاربه كلهم انهم في خلال فتره ما بين الفطور والسحور انهم تيستهلكوا واحد الكميه كبيره ديال الاتاي والقهوه، وهادو سي دي ديوريتيك يعني تيجعلوا ان الذات تفرز الماء سوائل اكثر، يعني تنعرضوا راسنا في اليوم اللي تابع يعني في خلال الصيام ديالنا تنعرضوا راسنا لا ديزيدغاتاسيون. وواحد المساله مهمه احنا بالنسبه للشاي والقهوه ما كاينش محلهم في الليل لان هادو سوائل اللي حنا كنستعملوهم بالنهار باش نقدروا يكون عندنا نشاط في العمل ديالنا وفي في لي زاكتيفيتي ديالنا خلال النهار. في الليل حنا الليل معمول باش للنوم ماشي لشرب القهوه واتاي اللي تيجعل ان الناس تيسهروا بزاف. وهذا مساله هذه ان قله النوم في رمضان هي اللي كتعطي المشاكل اكثر من قله الاكل، لان لينيرجي ديالنا تجينا لو سومي النوم تعطينا واحد الطاقه كبيره طاقة مهمة اللي خصنا نردو لها البال وتيخصنا وتيلزمنا أننا نحافظو على السوايع ديالنا ديال النوم إلا بغينا تبقى عندنا طاقة أكبر. دونك تنأكدو على النوم باش تكون طاقة أكبر خلال النهار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.